السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواننا حالين في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجبل والنحل، القناة التعليمية. في عملية أستخدمها دائما في منحلي، وهي استخدام خل العسل. خل العسل الذي أقوم بإعداده في بيتي، ومن عسل نحلي أقوم بتجهيز الخل. وقد نشرت فيديو في دقيقة تجهيز خل العسل، تحدثت عنه، هو موجود في قناة الجبل والنحل في اليوتيوب. استخدام الخل مفيد جدا، خاصة عندما نقدمه رشا على النحل و فوق الإطارات وبين الفراغات التي بين الإطارات أو المسافات النحلية بين الإطارات. لاحظت من خلال تجربتي لهذا النوع من الخل بالذات، خل العسل، انتعاش كبير ونهوض قوي أو نهوض غير عادي في النحل، ولا ألاحظ أي زحف أو تساقط أو حتى الفاروة. لا أكاد أجزم أنه يعمل على تساقطها، رغم أني قد سمعت معلومة من الأستاذ محمد الجراح يتحدث عن خل العسل أنه يعمل على تساقط الفاروة من على النحل. على العموم لا أطيل عليكم، فيديو قمت بتصويره عن طريق التحضير وعن طريق الاستخدام حتى تعم الفائدة للجميع، تكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان النحالون الكرام، أسعد الله أيامكم بالخير والعافية. كما تشاهدون أمامكم، هذا عبارة عن لتر ونصف من الماء مع ما يقارب الكيلو من السكر، قمنا بإضافته إلى الماء، وهذا خل العسل، خل العسل الطبيعي الذي قمت بصناعته في المنزل من عسلي أنا شخصيا. وهذا معيار 100 ملي، إذا كان يظهر أمامكم هنا 100 ملي. سنقوم بإضافة الخل هذا الآن 100 ملي. سنقوم بإضافة الخل إلى المحلول السكري كما تشاهدون. هذا واحد، هذا 100 ملي مضاف إلى لتر ونصف. يمكننا زيادة الكمية ب50 ملي، لا مانع من ذلك. طبعا البعض سيتساءل يقول خل التفاح، خل التفاح يمكننا إضافة الكمية نفسها، أو يمكننا أن نعطي يعني للكيلو لللتر الواحد من المحلول السكري 50 ملي، لكن أعتقد أنه هذه الكمية مفيدة جدا للنحل، وسنقوم بتجربة ذلك في المرحلة القادمة. السلام عليكم. طبعا بعد ما قمنا بمزج السكر مع الماء مع الخل، خل العسل، سنقوم الآن بإضافته إلى هذه هي المرش الذي استخدمه، سعة 500 ملي. سنقوم الآن بالإغلاق ثم التجربة. طبعا الآن كما تشاهدون
نقوم بالرش بهذه الطريقة في الممرات. ما شاء الله الخلية كثيفة قوية. قمنا الآن بالرش. طبعا مجرد ما فتحت الخلية هاجمني النحل، بس استخدمت المرش قبل التصوير. شاهدوا هدأ النحل بسبب المادة. طبعا فوائد الخل فوائد كثيرة جدا، وأنا استخدمه كوقاية من مشاكل النزيمة. وكما ذكر أحد الإخوة تقريبا الأستاذ محمد الجراح، أن استخدام خل العسل يساعد على تساقط الفاروة. طبعا يستخدم الخل بهذه الطريقة مدة 3 أيام. الآن النحل سيقوم بتنظيف نفسه ولعق هذه المادة. طبعا المحلول السكري مع الخل ممتاز كما ذكرنا سابقا، وهذا للوقاية من النوزيمة. إذا استطاع الأخ النحال القيام بذلك في كل شهرين حتى مرة، فهذا مفيد جدا للحماية من النوزيمة والإسهالات بشكل عام، وهذا محفز كذلك للملكة في وضع البيض ونشاط النحل بشكل كبير، ينشط النحل بشكل ممتاز جدا جدا جدا. تحياتي للجميع، إن شاء الله أن تكون وصلت المعلومة ووصلت الفكرة. طبعا استخدمنا خل العسل ورش الخلية بهذا الشكل حتى تبلل النحل بشكل كبير جدا. هذه سلالة النحل اليمنية كما تشاهدون أمامكم.